الشفاعة عند الخلق تنقسم إلى قسمين، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو تشفع بجاهك، تشفع بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر في قضاء حاجة أخيك، أو تشفع عند غيره ممن عندهم الحوائج للناس كالموظفين والمدراء والأغنياء، تشفع لإخوانك في تحصيل مطالبهم المباحة ومصالحهم النافعة، فهذه شفاعة حسنة لأنها من التعاون على البر والتقوى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، قد قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تؤجروا، الشفاعة الحسنة فيها أجر لما فيها من النفع للمحتاجين. وأما الشفاعة السيئة فهي الشفاعة في أمر محرم، كأن تشفع في إسقاط حد من حدود الله ممن وجب عليه ألا يقام عليه الحد، هذه شفاعة محرمة وملعون من قام بها، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع في امرأة وجب عليها حد السرقة وشق ذلك على قومها، فطلبوا من أسامة أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم قطع يدها، فشفع أسامة وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب عليه غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثا. آواه يعني حماه من إقامة الحكم الشرعي عليه. فالشفاعة السيئة هي ما كانت في شيء محرم ولا تجوز، هذا عند المخلوقين.